مشاهدي قناة شوف تيفي، كنتم معنا على المباشر مع الراقصة اللي سمات راسها هيام واللي كتقول انها كتنافس الراقصة مايا. غنختموا معها على المباشر. قربي عندنا. وقفينا فيكم شويه قليله. يعني واحد شويه خفتي. شفتي راسك انك رقصتي مزيان، شطحتي مزيان. سخفت. لا واش شطحتي مزيان؟ لا انا تنعرف نشطح، وانتم عارفين مع اول مره، يعني اول نهار غادي نعيط الاذاعه باش نبين انا فهمتي. لكن في السهرات وفي الاعراس ماشي هكا، تكون مطلوقه وتندير كنعطي ديك الطاقه اللي عندي كنعطيها. دابا مع الانرجي الستريس والاعصاب وهذه فهمتي، مع الظروف هذه من بعد ملي تنكون بوحدي تنشطح احسن من هكا. واخا بغيت نسولك، بانت لي قبيله عندك واحد الوشام، واش فين دوزتي السجن؟ لا هاد الوشام داروا لي راجلي، حيت راجلي كله واشم. كيفاش داروك؟ واش داروك صحه؟ لا كنا انا وياه، كنت باقا صغيره ما تنعرفش، وكان داني عند واحد السيد وشم ليه وشم ليا. فين؟ هنا في المغرب. هذا راجلك الاول ولا الثاني؟ لا هذا بات البنت اللي هرب. اذا كنتو كتجيو المغرب نتوما قبل؟ لا انا ماشي عند السعوديه. كيفاش درتي؟ فجا كان واكل المخدرات وطلقت. ديالي كنتي حامله فيها؟ لا تا ولدت بنتي وحطها في الوراق. كنت كنمشي لدارهم تنطلبوا وتنقول لي اجي نكريو غير بيت، قلت لي نصبر معاك وهذه. واحد النهار جا عندي وبات معايا في البيت، وجاب واحد صاحبو كيوشم، وقلت ليه حتى انا بغيت نوشم، وشمنا انا وياه. اذا انت اللي بغيتي ماشي هو اللي وشم لك؟ لا انا اللي بغيت، ولكن شفته هو كيدير، حيت انا ما كنتيش باقا صغيره، تبارك الله كانت عندك 27 سنه. ولكن ما كنتش، من بعد سولت قالوا راه حرام، ما كنتش عارفه حرام. كنتيش عارفه الوشم حرام والرقص عارفه حرام. شنو الرساله ديالك؟ شنو بغيتي تقولي؟ بغيتي تجي مفاعله وكنتي كتعطي شنو تبغي تقولي؟ كنوجه الرساله ديالي للمسؤولين، تنقول لهم ديروا معايا حل، ديروا معايا حل، راه ظروفي صعيبه بزاف، وراه عندي 2 أطفال، وكون كنت ميسوره غير شي شويه، كون كنت غير عندي سكن كون راه باقا ام ربات بيت ديال الدار. انا بنتي محتاجه اللي يشري لها الكوش والحليب، انا لا جمعيه لا حتى واحد متدخل في الحاله ديالي. هادشي علاش انا اضطريت ندير هادشي، لان انا البارح شفت المغنيين كيفاش عطاوهم الدعم، وكيفاش عندهم قيمه، وكيفاش انا ما كنسوى والو، ما كنسوى حتى حاجه في هاد البلاد. هادشي علاش انا دخلت في ازمه نفسيه وتعصبت صراحه. المهم بغيت المغاربه خوتي شجعوني، انا مؤمنه وكنخاف الله وكلشي، ولكن قبح الله الفقر. ما نقولش لي سيري تخدمي، لان كون كانت الخدمه ولا كان مستقبل برا ما غاديش نرضى شي واحد يشوفني. سمعتي انا تعجبني الشطيح، كيعجبني الماكياج، انا باقا صغيره مبليه براسي، ولكن مع راجلي. ولكن من راجلي مشى، حاولت هادشي نديرو قدام الناس باش نيسر الحاله اللي انا فيها، لان حالتي صعيبه. ما دخلتيش شي علاقه اخرى من بعد ما مشى راجلي؟ لا، انا راجلي كنت كنبغيه بزاف لدرجه انني صيفطوه للمغرب وتبعته وكانوا الصواعده كيطمعوا فيه، كنت زوينه على هكا، مازال انا تعصبت وبلاضيت، انا كنت ضعيفه وكنت زوينه. تبعت راجلي ومن بعد ما خلاونيش ندخل المغرب، قال لك انت غتولدي، قلت لهم طحت لهم تما، قلت لهم لا غنتبع راجلي. ملي تبعت راجلي شوفوا الحاله اللي وصلني لها، ولكن الحمد لله انا بغيت حاجه وحده، المسؤولين يديروا لي حل لهاد الحياه، ديروا لي حل. انا مواطنه مغربيه، انا نستحق الدعم، انا كنربي اطفال، انا دابا نتوما اللي خرجتوني نغني، نتوما اللي موصلني لهاد الحاله، غادي نغني وغادي نشطح وغادي نطلق الجمال ديالي وغنزيد مزيان. وهاد الرساله كنصيفطها للدكتور التازي مشهور ديال المغرب، عاوني عافاك باش نزيد مزيان، انا زوينه وبغيت نزيد مزيان. هادي الكلمه الاخيره اللي بغيتي تقوليها؟ صافي. ودابا كتشوف راسك شطحتي مزيان ونشطتي مزيان، وانك عندك فورمه ديال الشطيح، مقتنعه بنفسك انك تخرجي للميدان ديال الرقص؟ شوفوا انا مقتنعه بنفسي، شي هادو كامل اللي بداو، دوك المغنيين كاملين اللي بداو، حتى وحده ما جات زوينه، كلهم كانوا فيهم يتشاف وكلهم تقادوا مع الفلوس. ها دخلت لهم الفلوس والماكياج والتجميل، رجعوا يبانوا زوينين ياك بلا ما نسمي، راه من الفوق حتى لتحت نتوما عارفين. الا جبدتوا الارشيف القديم غتشوفوهم كي دايرين. شوفوا انا عقلوا عليا انا وعقلوا عليا، ملي غيدخلوا لي الفلوس كي غنولي ملكه الجمال، غيبقى يعيطوا ليا في المغرب والمسؤولين غيعيطوا ليا وبداو يطلقوني. شكرا لكم مشاهدي قناه شوف تي في، شكرا على تتبعكم لهذا المباشر. كنا دابا انت كاريه البيت؟ كاريه البيت فقط، ما مفرشاش بقى، نتوما صوروا شوفوا، يلا عندي حصيره وهاد السداري ديال جارتي ما عارفاش الصحافه جينا، قلت لها جينا عندي صحاباتي، انا حر، انا كاريه بيت ما كيخلصوا لي حتى واحد. واخا نضربوا واحد الدور عندك في البيت؟ ضربوا. انا بغيت المسؤولين يديروا لي حل، حنا تنبغيو بلادنا وتنحماقوا عليها. عاش غادي تندور لك الكاميرا اختي، دابا حنا نكملوا نشوفوا. الغرفه ديالك فين كتعيشي؟ كنشور لهيه، كتنشري تما؟ عندي السطح هنا، عندي كوزينه، عندي كلشي هنا، هنا السطح، هنا الدوش، هنا الطواليط، هنا كلشي. واخا حطي لك الميكروش تحيينا بلا موسيقى، نشوفوا بلا موسيقى كي كدير. ندير لكم الشعبي. يلاه نسكتوا. يلاه الشعبي. الشعبي راه خصو، واش كاين شي واحد يشطح بلا موسيقى؟ غير بيدك. الشعر مشاك. ها الشعبي. انت تكون موسيقى ماشي كتشتحب. ما كاينش شي مغني شعبي اللي كيخرجوا مع الشيخات يخرجني؟ شنو ما كرهتش كل شي خرقاصه اللي كاين. شنو المغني الشعبي اللي بغيتي تخدمي معاه؟ صراحه انا كنعجبني ولد الحوات وما كرهتش يخدمني معاه. انا هاد الايام مع الفقصه ضعافيت من هنا، انا فورمتي زوينه، دابا نلوح لكم التصاور تشوفوهم. علاش بغيتي تزيدي تغلاضي باش تخدمي مع ولد الحوات؟ لا، مبغاش نزيد نغلاض، انا باغا نحيد انا ما عنديش الكرش بزاف، بغيت نقص من هنا، بغيت الشحمه اللي كاينه هنا نزيدها هنايا، صافي ما باغا ندير لا سيليكون لا والو. هما تيديروا السيليكون كل واحد شنو تيدير، هذاك اللي باري داكشي خطر. انا الشحمه الشفط، يعني نحيد لك الشحمه من الكرش وغيديرها لك هنايا، صافي. الصدر راه كبير، راه هادشي راه ما دايرش الصوتي، ما الصدر راه كبير. دابا صحي لنا الشعبي نشوفو كي كديري. انا غنغني شي اغنيه حافظاها وغني عليها. مع المشاكل نسيت كل شيء. ندير موسيقى؟ لا، ممنوع ان نديرو موسيقى هنايا، ماشي ديالك. زكدا وزكدا ولا خاص الموسيقى. واخا شي اغنيه حافظه هذه الشعبي